بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، شوطنا 12 انطلق منذ هذه اللحظات الجميلة، شوط خصص للجعدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق دائما والناموس المشاركين في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. ذهب هناك إلى عنوان المركز الأول، عنوان الشوط، عنوان الناموس، عنوان الإنجاز، الناير لمنصور بسيم بخلفان لغويص، المركز الثاني شاهين لمحمد وسطان العواني، وثالثا هناك ملازم لمحمد بن راشد بن حيد لمهيري، وفي المركز الرابع أيضا حاضر هنا نيشان لعلي بن موفي بن علي الدوسري. خامس المراكز ما شاء الله من الجانب الآخر أبهر، فهناك أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز ولا مشعل على مضان سالم بن طالب بن علي المحرم يجتبي، وفي المركز الخامس ولا السادس بنقول هناك من الجانب الآخر متصوع سعيد بن مصوع بن سويح بن سالم علوبة العامري، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله مدهش محمد بن راشد بن غدير اجتبي، وفي المركز الثامن ما شاء الله تبارك الرحمن مسكت حمد حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير اجتبي، وفي المركز التاسع اللي وصلنا في هذه اللحظات درزون زايد بن عبد الله بن راشد زايد الحيائي. ايضا عاشر المراكز ايها الاخوة هناك اللي هو السمح لعبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة، ما شاء الله المراكز ذعناها عليكم بالوفاء تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي، ما شاء الله المراكز العشر كاملة مكملة بالوفاء والتمام. الله يا بن قحيت، الله يا بن قحيت، تاريخ يشهد له لهذا الشعار بإنجازاته وحضوره الجميل، حضوره المميز ملازم محمد بن راشد بن قحيت المهيري، النقلة هناك على شاهين محمد بن سلطان العواري، وهناك أيضا الناير منصور بن سيب خلفان على غويص. ثالث المراكز النقلة على المركز الرابع أيضا مسكت حمدان بن حمد بن الضعيف بن غدير لاجتبي، وفي المركز الخامس مدهش محمد بن راشد بن غدير اجتبي، وفي المركز السادس ايضا اللي وصلنا في هذه اللحظات نيشان لعلي بن موفي بن علي الدوسري، ودرزون ايضا حاضر هناك زايد بن عبد الله بن زايد بن عبد الله بن راشد بن زايد الحيائي. ها هي النتيجة، ها هي النتيجة، ها هي الامور التي اتضحت عند لوحة الكيلو الاخير، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يا شاهين، يلا يا العواني، يلا يا العواني، ما شاء الله محمد بن سلطان بن شاهين العواني منطلقا مندفعا بهذا الانطلاق. النقلة على ملازم في المركز الثاني لمحمد بن راشد بن قحيت المهيري، الناير يأتي ثالثا منصور بن سيب بن خلفان الغويص، المركز الرابع مناسب لحمود بن سلطان بن راشد العويسي، ولكن أظن العويسي غادر، العويسي غادر مبكرا إلى المركز الأول. وصل المقعودي أيضا أول ندى البرستيج السيد حمدان بن محمد بن عتيج مقعودي الفلاسي. ها هي النتيجة، هكذا كانت. الله يا نايف، الله يا نايف، ما شاء الله يتجول ما بين هذه الأسامي العملاقة، يتجول ما بين هذه الأسامي عبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليطة الأغفالي، ولكن برستيج، برستيج على ثاني المراكز حمدان بن محمد بن عتيج المقعودي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات المميزة هنا بهذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز، 200 متر الأخيرة التي أروتها قصة في شوطنا السابق. وهنا يأتي برستيج مستمعين الأعزاء حمدان بن محمد بن عتيج المقعودي دائما إلى الأمام، بن غليطة يحاول في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس المقعودي. مركز ثاني عبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليطة الأخفالي المركز الثالث. أيها الإخوة، للسيد حمود بن سلطان العويسي المركز الرابع، المنصور بن سيب خلفان الغويص، وفي المركز الخامس معرف سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري. ها هي النتيجة، 4:31 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.